بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لدينا تمرين، ورد لنا التمرين التالي: لتكون آس مجموعة مؤلفة من الأرقام من 1 إلى غاية 30، كم عدد المجموعات الجزئية المكونة من 3 عناصر من آس؟ مجموعها أو مجموع هذه الأرقام يكون من مضاعفات الثلاث. نبدأ على بركة الله. بالنسبة لي هذه المجموعة تحتوي على العناصر اللي هي من 1 إلى 3. بالنسبة لي لدينا 3 عناصر. مثلا لدينا العناصر التي تكتب على الشكل، مثلا نأتي هنا إلى المجموعة، نسمي المجموعة الأولى. المجموعة الأولى هي عبارة عن عناصر اللي هي A تساوي، والتي تكتب على الشكل التالي. إذن يمكن أن يكتب العدد على الشكل مضاعفات 3. إذن مضاعفات 3 هو عبارة عن 3K، بحيث ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية اللي هي عبارة عن N، ينتمي حتما إلى مجموعة الأعداد الطبيعية. و ك هذا محصور بين الصفر، والعدد اللي هو عبارة عن 8 شباب، ك محصور بين الصفر و10. من هذه المجموعة أو باستخدام الموافقات هي عبارة عن الأعداد التي توافق الصفر. هذه المجموعة تحتوي على كم من عنصر؟ إذن عدد عناصرها هو كم يا شباب؟ هو عبارة عن 10. إذن هذه نقطة. إذن بالنسبة للمجموعة الأخرى يسموها مجموعة بي، نسمي المجموعة بي هي عبارة عن العناصر كذلك. إذن بي هي العناصر التي تكتب على الشكل زائدا 1. هنا لدينا العدد ك ينتمي من الصفر، إذن الك هو عدد طبيعي يبدأ من الصفر. إذن هنا الأولى أخطأنا، العدد يبدأ من 1 إلى غاية 10. بالنسبة للبي هنا يبدأ من الصفر، إذن يمكن أن يكون ك يساوي صفر معناها 1. هنا الك يبدأ من 1 لأن الصفر غير موجود، إذن هو عبارة عن 3 6 9 إلى غير ذلك. بالنسبة للبي، بي هو عبارة عن الأعداد من 0 إلى غاية كم؟ إلى غاية 9. هنا لا يمكن أن نصل 10، إذن 3 في 9 هي كم؟ 3 في 9، 3 في 9 اللي هي عبارة عن 27 زائد 1 8 و20. إذن عدد العناصر هنا كم يا شباب؟ هو الفرق بين 9 و0 زائدا 1. الفرق بينهما 9 زائد 1 معنى عددها 10. كذلك الشأن بالنسبة للمجموعة سي. المجموعة سي نفرض أنها عبارة عن العناصر التي تكتب على الشكل زائد 2، مع العلم أنك يبدأ من ماذا؟ يبدأ من الصفر وينتهي عند 9. إذن عدد العناصر كم يساوي؟ كذلك هنا 10. إذن الأعداد الطبيعية التي هي من 1 إلى غاية 30 إما أن تكتب على الشكل الأول، أو تكتب على الشكل الثاني، أو على الشكل الثالث. إذن حتى يكون مجموعها يساوي إلى أو مضاعف لعدد 3، إما أن تكون 3 أرقام من A، أو 3 من المجموعة A، أو 3 من المجموعة B، أو 3 أرقام من المجموعة C. إذن إذا كانت 3 من المجموعة A معناها كلها مضاعف لثلاثة، مجموعة يساوي مضاعف 3، أو تكتب على شكل 3K زائد 1 أي باقي قسمتها على 3 يساوي 1 معناها
الأرقام الثلاثة عندما نقوم بعمل جمعها سوف نتحصل على أن باقي قسمتها على 3 يساوي 0، أو باقي قسمتها على 3 يوافق أو هو عبارة عن 2. عندما نقوم بعملية جمع هذه الأرقام الثلاثة نتحصل على أن العدد المضاعف لـ3، أو يكون العدد الأول من المجموعة الأولى، أو والعدد الثاني من المجموعة الثانية اللي هي B، أو العدد الثالث من المجموعة C، وعليه عدد المجموعات الجزئية. هنا عملية تجزئة مجموعة معناها استخدام التوفيقات، أي أن الترتيب غير مهم والتكرار غير ممكن. إذن هنا حتما استخدام التوفيقات. نبدأ على بركة الله هذه مجموعة، نريد عملية أخذ كم عدد المجموعات الجزئية المكونة من 3 عناصر من S. إذن عدد المجموعات الجزئية المكونة من عناصر S هي كما إيه؟ نحسب عددها بالشكل التالي، أن يكون 3 أرقام من المجموعة A، معناها 3 من 3، أو 3 أرقام من المجموعة B، أي أنها 10 نأخذ منها كذلك 3، أو تكون الأرقام كلها المختارة تكون المجموعة C اللي هي 10 هنا 3، أو يكون الرقم الأول من المجموعة الأولى، والرقم الثاني من المجموعة الثانية، والرقم الثالث هو من المجموعة الثالثة، معناها تحتوي على 3 عناصر، إحداها من A والآخر من B والثالث من C. عندما نقوم بعملية جمعها سوف نتحصل على أن 3 ك فتحتين، إذن المضاعفات 3، والواحد زائد 2 يعطينا مضاعفات 3، معناها تكون هنا C من بين 10 1، و العدد الثاني المختار من المجموعة الثانية هي 10 1 كذلك، مضروبة في العدد الثالث المختار من المجموعة الأخيرة اللي هو 10 1. سوف نتحصل على أن المجموع هنا يساوي 3 C من 10 نأخذ 3، زائد هنا العدد C 10 1، معناها هي عبارة عن 10، هذه C 10 1 هي 10 أس كم يا شباب؟ أس 3. إذن نقوم بعملية حساب العدد الآخر باستخدام الآلة الحاسبة، أو باستخدام عملية الحساب بالعملي. سوف نتحصل على أنها عبارة عن 10، نحسب 10 شيفت سي 3 مضروبة في 3، فنتحصل على أنها 360. إذن تعطينا 360 زائدا 1000، وعليه نتحصل على أن عدد الحالات الممكنة أو عدد المجموعات الجزئية من هذه المجموعة هو عبارة عن 1360 مجموعة جزئية، بحيث يكون مجموعة العناصر هذه المجموعات يساوي مضاعف للعدد 3، مضاعف للعدد 3. إذن بالنسبة لهذا التمرين كان بالشكل التالي، قلنا هنا نستخدم فيه الموافقة أو عملية الكتابة على الشكل. إذن الأرقام الموجودة هنا إما أن تكون من مضاعفات 3، أو أن باقي قسمتها على 3 هي 1، أو باقي قسمتها على 3 هي 2.
الأرقام المضاعفة لثلاثة عددها 10، والأرقام التي بقسمتها على ثلاثة هي 1 هي 10 كذلك، والأرقام التي بقسمتها على ثلاثة هو 2 عددها 10. إذن لعملية الحصول على مجموعات جزئية، مجموعة الأرقام فيها هي المضاعفات الثلاثة، إما أن تكون الأعداد الثلاثة مختارة من A، أو الثلاث أعداد مختارة من B، أو الثلاث أعداد مختارة من C، أو أن كل مجموعة نختار منها رقم على حدة. إذن الواء معناها الضرب، والأو في الاحتمالات معناها الجمع، وعليه سوف نتحصل على أنها تساوي إلى 1360 حالة أو مجموعة. يمكن تشكيل 1360 مجموعة جزئية عناصرها عندما نقوم بعملية جمعها سوف نتحصل على أنها المضاعفات ثلاث. كان حدثكم الأستاذ جويري الأحمد من مدينة ثمرات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.